ثلاث طبقات من ثلاث ألوان، طبقة من اللون السماوي، طبقة من اللون الوردي، وطبقة من اللون الأصفر. ففوق بعضهم مفصولين عن بعضهم بطبقة من البلاستيك تقريبا. لما نبدأ نضغطهم على بعضهم راح يبدأ تلون الألوان مع بعض، فراح يتلون معنا الألوان الثانية، الأزرق الأحمر الأخضر. فدمجهم مع بعضهم يطلعون الألوان الأساسية الثلاثة زي ما قلنا عنهم، وفوق بعضهم راح يطلعون الألوان الثانية السماوي والأصفر والوردي. شوفي اصفر برتقالي احمر بنفسجي ازرق ذا سانسيت يس